بدي نحكي عن طفولة الياس الرحباني. ياس الرحباني إجا بعد عاصي ومنصور فترة 14 سنة وظهر، يعني مشان هيك ما كان تالتهم، كان واحد لوحده الأول بحبيبه. يعني هن كانوا بمثابة أهله. لأنه لما أنا جدي توفى كان الوالد عمره 4 سنين أو 5 سنين. فهن اضطروا عاصي ومنصور يربوا العائلة كلها، يعني عماتي وبيي وأمهم. فاضطروا يشتغلوا بالبوليس، واحد ببلدية الطلياس واحد بشرطة بيروت بعتقد، وتيعيلوا هالعائلة. وبلشوا يعملوا موسيقى بالضيع، موسيقى حفلات صغيرة، وكانوا يستعينوا بالبابا يكون نايم يعني يوعوه، كانوا عدوا بالمدرسة كانوا يصحوه يعني يوعوه من النوم تروح معهم يعمل، إذا بحطوا له تكاية ويحطوا له طربوج وكذا، إنه هو أبضاي بيغني. في صور إنه نحن الأبضاي مونولوجي مونولوجي عاصي ورا عم يدق على كمانجا ومعهم الاوركاس، كانوا يحطوه قدام انه هو اللي بيغني، هو الابضاي ومدري شو طفل المعجزه، نحن ابضايات ومدري شو، يعني كتبوا له سكتشات وكذا. دربكي ايام هيك كمان شوي، وكان ايه على الطبله، مزبوط على الطبله معهم اوقات يساعدون. ورجع كفى حياته كولد، وما خلوه يعني اهتموا فيه بطريقه انه جابوا له، حطوه باحسن مدارس، جابوا له احسن اساتذه بيانو من فرنسا. يعني هيدي الشغلة ما يعني ما في واحد يخفيها، حقيقة هيدي لازم تنقال يعني على طول. يعني شافوا عنده الموهبة ونموا له إياها؟ هن وجدوا الموهبة؟ هن مثل كيف أنا وجاد لما الوالد جاب لنا أستاذ بيانو كان عمري 6 سنين وعمره 4 سنين 6 سنين، وبعدين نطر تكبر شوي. لما الوالد جاب الأستاذ منه عارف، بده إنه نحن ندق بيانو. هن كمان جيبوا له، يعني توجهوا على الموسيقى لانه هن بيحبوا، يعني هن بيشتغلوا بالموسيقى، وانه شافوا يعني انه لازم يتعلموا وتركوا يشوفوا. هن بالنسبه لهم مثل الاكل، لازم نجيب الاستاذ. هلا بيطلع منه ما بيطلع منه هذا غير موضوع. يعني كانوا هن بعد. انا بس بمثابه البي والخي، يعني للياس واخواته بقى. طيب يعني لما بلشوا عاصي ومنصور يشتغلوا يروحوا على الاذاعه ويبلشوا يبينوا اعمالهم الفنيه بسكتشات الاذاعيه قبل مرحله يصير الأعمال الكبيرة لقلهم، كان الياس بهالوقت بلش يبين الموسيقي فيه أو الفنان؟ لا، كان بعده بالمدرسة. كان بعده بالمدرسة. أيمتى بلش الياس يبين الموسيقي؟ وين كانوا هني صاروا؟ وين هو بلش؟ لك جاوب فعلا من شارك كفي قول. هو يقول لك شغلة هاي، لازم هيدي شوي صعبة اللي بدي أقولها. تفضل. لما واحد يقول المدرسة الرحبانية، المدرسة الرحبانية يعني بدها وقت تتصير مدرسة. أكيد. يعني أول سنة تنحسب إلي صار له فترة بالفن. طيب مش دغري بيصير في شيء مدرسة إلي العليا. يعني الكمول، يعني تكدس السنين، تراكمات بتخلي شيء تسمى اسمه مدرسة إلي العليا. يعني مش من أول حفلة أو حفلتين بيصير في مدرسة. فالياس الرحباني حقيقة بدنا نفهمها هي إيجابية، بس منها بتبين كأن عقول شيء سلبي، بس هي مش سلبية. انتبهوا لي مزبوط. لما بلش الياس يشتغل معه من هو عمره 9 سنين 10 سنين، ما كان بعد في شيء اسمه المدرسة الرحبانية، كانوا بعد يعني هواة، يعني كانوا هن متأثرين بمشي وبعده هو مؤثر بمشي. يعني مش إجا مثلنا نحن مؤثرين بالمدرسة الرحبانية. الجيل تبعنا كلنا كانوا عم بيتأثروا بشيء، وبعده كان هو عم يتأثر بشيء. يعني كانت بعد ما تثبتت كلمة المدرسة الرحبانية كان هو اوريدي بلش. يعني قصدك يعني هو كلهم تأثروا بمشي، يعني لما صار هو يبلش مواهبه ما كان بعد الرحابني الأخوين رحباني صارت مدرسة رحبانية. صحيح، فهمنا الفكرة. كان بلشوا يشتغلوا كان وبلشوا يصير عنده بس حكيم. بداياتهم بس يعني هو عمل. بس تقول لك شو، لأنه فرق العمر اللي حكينا فيه أول شيء، كان هو عم يدرس الموسيقى الكلاسيكية وكان تركيزه كتير على البيانو. لو وصل لعمر 18 او 17 18 سنه كان يعزف حوالي 8 ساعات بالنهار بس بيانو كلاسيك، مش تاليف، وكان ما في تاليف، وكان يعني هدفه بده يعمل كونسير، يعني كونسيرتيست، يعني عازف بيانو عبد الرحمن الباشا، وليد عقل.
بس هيك هيدا كان هدف. ابن عمتكم شو اسمه؟ بشارة. بشارة المؤلف كلاسيكي. بشارة مؤلف أكثر. هو عازف بس هو مؤلف. بس ليسكي بده يعزف صار معه الوجع بإيد اليمين. صار عنده هيدا عطله. هيدا الوجع اللي صار وراح عند الحكيم وما عاد يقدر يعزف، صار يعزف بإيد وحدة، يمرن إيد وحدة، قال له إيه بدك توقف لك شي سنة، يلا الحكيم مش عارف إنه هو عنده هدف إنه وقف لك شي سنة بالنسبة له كان انهيار، يعني عمل ديبريشن إنه كيف بدي أوقف سنة من بعد كل هالسنين. هون هيدا العمل شيفت، القلب قلب، يعني صار يقعد على هالوقت بده يقعدوا على البيانو يصرفوا، صار بلش يألف وبلش من ورا العطل طلع معه انه بده يألف، وصار وبلش يألف بالموسيقى، يعني اذا بدنا نفوت شوي بالتفاصيل بلش بالموسيقى الغربيه لانه تاثر. هو كان يخبرنا انه كان مطرح ما يصيفوا ببكفيه يتاثر بالموسيقى الاجنبيه، يسمعها من دير الرهبات، من ديسكات اللي كان يجيبها عبد الله الخوري جوز عمتي من فرنسا، عبد الله الاخطر، عبد الله الاخطر الصغير، موسيقى اديت بياف، شارل تريني، وهيك كثير تاثر بهيدي الموسيقى. سوري، كان بكفيه لما يتمشوا يقلنا كان في سبيكرز على عواميد الكهرباء يحطوا موسيقى لشارل تريني، لتينو روسي، كذا موسيقى للناس، موسيقى عالميه. ايه على الطريق كيف ما تمشي. هذا اثر، هيدي سنه 2050 يعني عم بقول لك شيء 1950 انه كنا بهداك الوقت نحط موسيقى. هلا هيك شو لك شو حلو يقول لي كان في غطايطه مثلا بكفيه غطايطه عم يتمشوا بعد الظهر يمشوا من المحيطه مثلا ما كنا نحن ساكنين بالدلب يعني ليوصلوا على ساحه بكفيه، كان ما عم بيسمع الا موسيقى عالميه رايقه بسبيكرات. هذا فات فيه كمان، مشان هيك حب هيدا من هون. كان يقول بعدين هو انه انا عندي مدينتين بحبهم، بكفيه وباريس. كان يحب باريس، عنده ضعف عليه حسها مدينته الثانيه من ورا من هو وشاب التاثر بهالموسيقى، ومشان هيك بلش بالموسيقى الغربيه وخاصه بالفرنسي. رح نحكي عن مرحله اللي انتقل فيها ليعيش بباريس وشو صار بعدين، قد ايه ضاين بالمدينه اللي بيحبها، هي بنحكي فيها بعدين. اول عمل مبين بالتاريخ الياسر الرحباني، اول عمل طلع معه، اول اغنيه او اول موسيقى، يعني في محل بنقدر نقول هيدي كانت اول انتاجاته. مش دقيق بس فينا نقول الاوائل تقريبا. هي هيدي ما احلاها عملها جو تجور، وبعدين بالفرنساوي افتكر هي من اولهم. عرفتوا ما احلاها كان يعني لو بتسالوا له يمكن هو ما رح يقدر يقول لك مضبوط على هالكم الكبير. ما احلاها كانت، بس في اكيد مرحله بلش يبين فيها الياس الموهوب خارج الجمهورية. لما عطيو كونترال بي بي سي كان عمره 21 40 سنه، 40 اغنيه، 40 اغنيه يعملهم بمده 20 يوم. هون عمل كثير اغاني بعدهم لهلا معروفين. صح، يعني هو بلش يبين. عمل كونترا مع بي بي سي الراديو الفتحه بالشرق وقتها، هذا كان اول كونترا له تاليف. قعد اشتغل بفتكر 21 اغنيه ب 40 يوم يمكن. هودي هني فاتوا الاخوين الرحباني باعمالهم، صاروا يعطوه فرصه الدخول بانه يعطي اغنيه بالعمل تبعه. من وين بلش يفوت الياس الرحباني باغنيه او بعمل موسيقي مع الاخوين الرحباني؟ ام انه بلش لوحده بالاول؟ لا، هلا هو بلش لوحده حتى بالانتاج الاغنيه العربيه. نعم. بس وقتها بلشوا يحسوا وعطوه الثقه انه يفوت معهم، بعتقد فات بالليل والاوضه المنسيه. ليلو اوضه منسيه، سلم دايم من دار. ايه، بعتقد اول اغنيه شارك فيها مع الاخوين الرحباني. نعم. وكرت المسبحه، صار بكل عمل تقريبا يكون له مشاركه بلحن او لحنين. رغم انه هو خيون الثالث، لكن ولا مره الناس خلطت بينهم. كان الياس عامل لحاله كيانه، وعاصي ومنصور لهم كيانه. تفرد هو باعماله الموسيقيه، صار يحلق أكثر ويشتغل أبعد ويعمل ألحان أكثر. الياس الرحباني صار يألف ويلحن وأحيانا يمكن يغني، ما هي؟ لا، آخر شيء غنى السيديان هيك تيتسلى آخر فترة. بس حتى بالكورال الأغاني أو الإعلانات كان صوته مش صوت جاد. لا، كنا وقت الإعلانات بتذكر كان أكثر شيء، يعني الإعلانات كان كل يوم في إعلان، كل يوم. حتى لما كنا عند بالاستوديو عند نبيل ممتاز ببولي ساوند بكورنيش المزرعة، أو باستوديو بعلبك، وبعدين لما الحرب جبرته ينقل استوديو على البيت عند الياس، عمل استوديو بالبيت هالفترة بالبيت وبعدين بالرمال. كل هالفترة الإعلانات كانت ما توقف، وكانوا يعني نعطي الحق، خلينا نحكي الحق، كان الإعلان دائما يتغنى فيه. ناجيا كسرجيان توفت، ناجيا كسرجيان كان صوتها، وجوزيف نصيف وخليل ثابت
ونحن اذا كنا موجودين بالبيت نساعدهم باك اب يعني كورال ولياس يحط صوته على حطيته بس جوزيف نصيف رجع كريوفاك لا شو بطريقة كريوفاك لحالها هيدي انا غنيتها عند سيلفيو تابت ببيته تصورت مش هيدي شو بطريقتك الجديدة لا فيها فادي إبراهيم مش هي لا في واحدة قبل أسود والأبيض بس نفس الأغنية نفس رجعون عادي شو بطريقتك شو بيكون أنا عم بلعب بسيارة صغيرة هالجيدة وبتضرب بالطفل المعجزة هو يعني بالإجرة بالإجرة وبتخبى برا الكنبية بتطلع بتقول شو بطريقتك بقول لها ريوفاك ناجية بتقولها يمكن إيه ناجية بتقول شو بتصوتك مش معقول يعني دعانا ناجية معروفة بالمسرحيات من أيام فخر الدين كانت تشارك بالتمثيل أدوار يعني لحالها ومع بي بوادي شمسين وكذا وهيك هيدي شو بطريقة كريوفاك تصور خلى الياس الناس تحفظ اسم مش معقول اسم بالطريقة أبشع من هيك مزبوط صعب وكان ينكتب ري ار اي جريك داش او داش في اس خلى ريوفاك تصير مثل الصحة يعني مثل اي ريوفاك في أبشع من هيك اسم ريوفاك إذا بترجع لورا بتفكر فيها أول يوم دوك كان أحلى دراسال ساعتها بقى إنه وهيك بس بعد ما جاوبتوا على سؤال جمال ليه ما كانوا صاروا الثلاثي الرحباني ليه دلوا الرحابني لوحدهم وليه الياس أخذ طريق يعني ما قالوا له تعا اشتغل معنا خد دور بالعمل أساسي. انت لحن هالمقطع مثل ما بيتقاسم عاصي ومنصور صار هيك ايه بس لأنه هني اسمه الأخوان الرحباني براند براند ما فين يصيروا الأخوة لأنه في فرق بالعمر صرنا نقول آخر شيء الرحابني لما صرتوا اختار صار يسموا الرحابني الكل بس ما تنسى كمان أنه في كانوا هني صاروا بسكة يعني ماشيين مثل ما قلت براند هن اسم وبسكي وماشيين هلا هو كان يشارك ويساعدهم باشياء اكيد بس كمان هو كان عنده خط ثاني كثير مختلف خاصه بالتاليف الموسيقي اللي هو هيدا اللي خط الكبير الموسيقى الصامته صار الموسيقى الصامته موسيقى الافلام بمصر وبلبنان وما هيدا كان عنده يعني عنده التزامات صار وكان عنده اهداف ثانيه كانت ما تخليه يكون مشارك 100% بهيدي الامور لان عنده غير امور وعنده غير نظرا من الموسيقى الغربية لموسيقى الأفلام لموسيقى الدعايات إيه؟ لأنه موسيقى الدعايات إجت بوقت نحكي عنها بعد شوي هلا يعني نحكي عنها بقى هل عدة خطوط اللي كان يشتغل فيها كمان كانت أخذت له نص وأكثر ما هو يمكن نص لأنه ما قالوا له مشي معنا صار عم يشتغل لا هو من هو صغير حس أنه مثل سؤال مثل إذا أنا مثلا بيي بهيدا بيي بلش قبلي بيجي أنا لما أصير أسمع موسيقى أفهم الموسيقى أتعلم بقول لك خدني معك وين ما بتروح بدي ألف معك لا ما فيني خلص انا بي هذا بي هن بالنسبه له هو بالنسبه له هو ده اهله خلص لحالهم بيشتغلوا لحالهم وهو بيعمل الافور تبعه لحاله اهم شيء الياس اللي عمله ثوره هي انه ادخل الموسيقى الصامته في الشرق الاوسط المغنى ما كان في موسيقى صامته ما في صرنا يعني نعرف موسيقته من مصر من لبنان من سوريا كان دائما في المطرب حب يحط انه الموسيقى انا بدون حدا وهيدي اللي نجح فيها هلا طبعا كان في بمصر لعبد الوهاب معزوفات موسيقيه كثيره كمان لا بس عم اقول انه هو يعني لحن كتب اغاني بس حب كمان يفوت انه هالموسيقى هيدي الرومانتيك مثل حبيبتي انه بيانو يعني البيانو جديد اللي هي اقرب الى الغربي يعني الغربي نعم. الشرقي نعم. لا 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 بس كان غربي يعني اذا تسمع حبيبتي وحزف الليل وكذا انت بتحسهم شرقيين بس هن مش شرقيين في البوم عمله الياس غربي شرقي شو اسمه موزايك هذا غير هيدا الموزايك شو قصته كيف تركب هيدا قصة شو تركيبته الموسيقيه تفضل نحكي شوي يعني نتعاون نحكي هذا له تليفون يحكي انا بعرفك بتحكي انت بس يكون لك خلق تحكي لا انه بنحكي لان نساعد بعضنا بالافكار لان في كثير اشياء على هيدا هيدا انا بعتقد هيدا الديسك بوقتها ما كان في سي دي هيدا غير هيدا كان محطه من محطات الكبيره بمسيره الياس وبمسيره الشرق بالموسيقى لانه اجى بوقت مزيج باخر الستينات الغربي مع الشرق هيدا كان بعد مش موجود بالقاموس يعني تبع موسيقى وادخل الات كثير صعبه مع بعضها مزيج بين الجيتار والدرامز والمجوز والبزو يعني هيدا المزيج العجيب اربع خمس الات اكيد مع الجيتار كثير متناقضين يعني وبطريقه بتسمعهم اليوم صرت بتحس هيدول فولكلورنا لان بتسمعهم بالطيارات بالمطار بالميدل ايست بالاوتيلات بالاسانسور وين ما تسمع هاي الموسيقى بتحس هيدا صار كانه فولكلور بس مش كانه الناس ما عارفين
انه هول الالحان من هيدا المزيك وبعده لليوم مستمر. هيدي المشكله الاستمراريه تبع هالموسيقى بعدها لليوم بتسمعها وصرت تحس. انا اللي بعرف الموسيقى وربيان عليها وبالبيت بحس هالايدنتيتي تبع لبنان كانه هالمزيج العجيب اللي بعدين لاخر التسعينات 2000 تصار العالم يعمل مزيج بين الغربي والشرقي قبله ب 30 40 سنه. يعني انا برايي هيدي كان في فتح والفتح يعني بهذا الشيء. في اغاني فيهم ما نحكي تكنيك خلى الدربكه تعمل مش بيقولوا ديبا صار في معركه بين دربكه شو بتعمل ودرامز شو بتعمل. مثلا ترك له المجال انه شو عم تحكي انت بال 69 70 يعني مثلا الدرامز تعمل طق 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 دربكه له طق 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 تحدي تحدي وترجع تفوت يفوت اللحن. بالنسبه للاغنيه الغربيه يعني الياسر حبيني بدع بالاغاني الفرنسيه الانجليزيه واخذ جوائز عالميه تبارى. انا مره كتبت عنه مقال انه راح تبارى من بين 180 دوله متباريين بالعالم وانه كان في بوقتها مشاركه للعدو الاسرائيلي فيها فقالوا كيف بتشارك؟ قلت لهم راح لاول مره انتصر على اسرائيل. اول عربي بينتصر جاب الجايزه واجا وهو يعني من بين 183 دوله مشاركين بال الاغاني الاجنبيه اللي عملها الياسر رحباني يعني منتظر انا انك انت دغري تطلع بالجواب. ناطرني شو بعد بقول اني اقول لك مثلا اخترع مطرب مغني فرنسي سؤالك بعد بين ما خلص لا خلص شو السؤال الاغنيه الفرنسيه لما الياسر رحباني فات هيدا عالم تاني فات فيه صح اوكي هل هو تخلى يعني عن لفتره من الفترات عن الغناء العربي والشرقي او اللبناني واتجه للفرنسي؟ لا يعني حط بخلطهم انه بيشتغل كان على كل الجبهات بذات الوقت وانا بقول شغلي على طول عن الياس انه انسان يمكن بده يعيش شي 7 مرات تيعمل اللي عمله مزبوط بالنوعيه مزبوط وبالكميه وبالدايفرسيتي يعني اللي كانت التنوع انه التنوع اللي كان هالقد انه واحد يقدر يشتغل على كل هالجبهات وهالعدد الهايل اللي بده يعيش 7 8 مرات يعني ما كان ينام كانه ايه بدك 7 حياة كانه هيك انا بعتبرها. كان بيعتقد البعض انه وكانه عينه على العالميه انه ما بقى يساعه لبنان فقرر يبلش هو اكيد كان عنده هذا الموال يعني حارقه من جوا انه بده ينتقل من هون يصير ينطلق من برا وجرب وجربنا وتحارب كثير ودعي كثير على فرنسا من قبل كثير ستارز معروفين منهم ديميس روسوس مرة ميري ماتيو كلهم على أساس خلص واعدينه أنه تعا وراح تعطينا غنية لحنك وكلامك بالفرنساوي يروح يترك لبنان لأنه هيدا هدفه يترك لبنان يوصل لهونيك لما المنتج مدير أعمالهم يكون ما بدنا نحكي سياسي لا احكي ليش ما بدنا نحكي سياسي بدنا نحكي لا يكتشف انه هو لبناني هو هونيك يفرطوا له الغنيه يرجع عنده ديسبسيون على لبنان. في مره راح على باريس هو راح على باريس وسكننا هونيك كانت هيدي مرحله تانية بس تيفوت بالموسيقى الصامتة مثل بول موريا وفرانك بورسيل مع البروديوسر تبع بول موريا وفرانك بورسيل وريمون لفيفري اللي بيعملوا الموسيقى الصامتة فوستو بابيتي وهيك شيء مثلهم بس على اكثر ريتم فرانك بورسيل اللي عنده توزيع موسيقي بس الفرق انه المدير اعمال فرانك بورسيل وبول موريا كان يحب الياس اكثر كان يقول له انه انا مدير اعمال فرانك بورسيل وبول موريا وريمون لفيفر بس هاو كلهم ما عم بيألفوا عم بيدقوا اغاني معروفه لغيرهم موسيقى لغيرهم انت كل السي دي تبعك لإلك وقتها عمل هيدا الديسك عليه وجهه الياس رحباني كتبه تحت وورنر براذرز اول مره حلمه تحقق مكتوب على السي تبع وورنر براذرز الشركه العالميه بتفتحه من جوا بتلاقي لوجو وورنر براذرز من النص جوا هيدا الحلم تبعه وصل لهون وكانوا بده يبلشوا يعملوا له تور باليابان هيك كانوا بيعملوا تور اليابان وبيبرموا اسيا اوروبا كذا وصل لهون وصار في مشاكل اول شيء نوستالجيك يعني بلشوا النوستالجيا تلعب فيه هونيك كان بتذكر نحن قاعدين باوتيل وفي يحضر على التلفزيون على لبنان وقتها معركه تل الزعتر بتذكر كان بهالفتره 77 بلش يبكي وهيدا اسمه اندري فيلورمان هو المسؤول اللي بيمشي كلهم اكبر منه بالعمر للبابا ويقول له شو يجي على الاجتماع البابا كرمال يكفي بده يوم قال له مضي كونترا هلا هذا الكونترا اللي انت عم تحلم فيه مضي لحتى برمك كل العالم مثل فرانك بورسيل بول موريا مع اوركسترا الفرنسيه
طلع بالكونترا خزقه وصار يبكي. قال له بدك لك شغل الياس رجع على بلدك، انت انسان ما فيك تترك لبنان. هيدي النقطة قال لي بابا لما هلا يعني من 20 سنة ما نحن صرنا هون كبار، قال لي يا ريتكم كنتوا كبار كنتوا تقولوا لي انه انت غلطان ما ترجع على لبنان. بس احنا شو كنا يعني ندم، بس انتوا وقتها انتوا بعدين ندم شجعتوه انتوا يرجع. لا نحن انا كان عمري 11 سنة هو عمره 8 سنين 8 سنين يعني ما شو كيف مين اللي وافقوا لانه رجعوا دغري لقى شغل؟ لا رجع ماما قالت له عمول مثل ما بدك كنا هون. يعني الماما كان فيها تنصحه اكيد كنت، بس ما كنت تخاف انه تزر عليه انت ما تقول بركي صار وما زبط اطلع يعني؟ لا كان وضع صعب شو يهتها او شيء فيني يهتها انه مثلا من وراك هيك قرت عزبت مثلا شجعتيني وما بدي بدي ضل بلبنان. كنت كذا مثل ما بدك قلت مثل ما بدك رجعنا على لبنان. ولما يعني ما هو اجى وندم على هذه اللحظه اللي ما مضيها وقال لي انت بس لو كان عمرك، قال لي بس بتذكر لو كان انت وجاي واحد منكم عمره 18 او 17 يعني يقدركم عنده قرار يقول لي لا خليك مضي الكونترا يا ريتني مضيت وما جيت على لبنان. طيب ندم هاي لحظه هاي مهمه كثير. حتى اخذنا بيت اخذنا بيت. انا بعرف القصه انه اخذتوا بيت وبلش البكي وما قعدنا فيه بس وما قعدنا ضلينا بالاوتيل وبعد 3 اشهر رجعنا. ندم لانه ما حقق حلمه بالوصول للعالميه مزبوط، ولا ندم لانه هون حس انه ما اخذ حقه؟ لا ندم لانه حس هو دائما بحس حلو انه هو هون بس جسده برا، جسده هون بس عقله لته وعقلته برا. روحه بس لا اخذ حقه اكثر يعني اخذ حقه بس مش هيك بده، بس مش هيك بده يعني، بس مش هيك الطريق اللي كان بده اياه. زوروا موقعنا alphatv.com، تابع برامجك المفضله واحدث المسلسلات على قنواتنا، اشترك الان او اتصل على الارقام التاليه. الفا قنوات الأسرة العربية.